بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. النهارده ان شاء الله هنكمل سلسله فيديوهات ذا ريد اليرت لاب. ده الفيديو رقم 5. كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات عن الاتي. كنا ابتدينا قلنا هنعمل 3 سكريبتات، تمام؟ وايه السكريبت؟ السكريبت ده عباره عن حاجه اليوزر اول ما بيدخل على مكنه مجونه الدومين، تمام، عن طريق الاكتف دايركتوري يوزر بتاعه، هيتنفذ عليه شويه حاجات. خلاص، هنعمل لكل مجموعه من الجيوش سكريبت خاص بيها او خاص باليوزرات بتاعتها. يعني على سبيل المثال، لو واحد من جيش الحلفاء دخل على جهاز مجون الدومين، هيتنفذ عليه شويه حاجات. خلاص، لو يوزر تاني من جيش اليابانيين، تمام، دخل باليوزر بتاعه بتاع الاكتف دايركتوري على مكنه مجونه الدومين، هيتنفذ عليه حاجه تانية خالص، تمام كده. ولو واحد من الجيش الروسي دخل بالاكتف دايركتوري يوزر بتاعه على مكنه مجونه الدومين، هيتنفذ عليه حاجه ثالثه نهائيا. طيب، احنا كنا اتكلمنا شويه عن السكريبت. السكريبت عباره عن ايه؟ ان اليوزر مثلا بتاع جيش الحلفاء اول ما يدخل، الراجل اول ما هيجي داخل هتضاف له الكيبورد الانجليزي، بما ان هو من جيش مثلا الامريكان او الاوروبيين، فالاوروبيين بيستعملوا الكيبورد الانجليزي. وقلنا هيتنفذ شويه حاجات ثانيه جنب حته الكيبورد دي، هيقفل كورتانا وهيخلي الايكون بتاع زيس بي سي ده يظهر بره على الديسك توب او يظهر له على سطح المكتب، ويغير زيس بي سي دي، تمام، يشيل يعني الحاجه اللي اسمها زيس بي سي دي ويحط، تمام، اسم المكنه مكانها، يعني الكمبيوتر نيم ده هيتاخد الاسم ده، وبدل زيس بي سي هتلاقي اسم المكنه بره. فدي حلوه ان انت بدل ما تضطر تعمل رايت كليك وبروبرتيز وتعرف اسم الجهاز من هنا، لا، هو بره جهاز الزيس بي سي او الجهاز بتاع الماي كمبيوتر ده هيظهر بره وهيظهر تحتيه اسم الجهاز. خلاص كده، فقلنا هيخفي الكورتانا وهيحط الكيبورد وهيخلي التوقيت توقيت القاهره. ده بالنسبه لواحد منين؟ من جيش الحلفاء. طب لو واحد من الجيش الياباني وهو داخل، هتضاف له الكيبورد الياباني، تمام، وبعد ما هيضاف الكيبورد الياباني برضو هيظهر له الايكون بتاع ديس بي سي او بتاع الجهاز ده، هيظهر له بره، وبرضو هيتحط اسم الجهاز هنا اهو، برضو هيتخفي الكورتانا، وبرضو توقيت هيبقى توقيت القاهره. فكله شبه بعضه، التلات سكريبتات للتلات جيوش شبه بعض باستثناء حته الكيبورد. بالنسبه للحلفاء هيتضاف الانجليزي، بالنسبه للجابانيز او اليابانيين هيتضاف الياباني، بالنسبه للروس هيتضاف الروسي. خلاص كده. طيب، ده قلنا عملنا السكريبت ده المره اللي فاتت في او الفيديو اللي فات ونفذناه على الناس. خلاص، وبعدين ابتدينا نعمل جروب بولسز. خلاص، او زي ما بنسميها الجروب بولس يا جماعه، دي عباره عن اداه مركزيه اقدر ان انا عن طريقها ان انا اتحكم في خصائص الويندوز على كل الاجهزه اللي عندي في الشبكه، سواء سيرفرات او على مكان عادي. يعني على سبيل المثال، ممكن اخلي كل الناس اللي عندي في الشبكه تشوف حاجات معينه من الويندوز وما تشوفش حاجات من الويندوز، تمام. ممكن اقفل حاجات وافتح حاجات. يعني على سبيل المثال، ممكن واحد مثلا لما يخش على جهازه يلاقي الكنترول بانل مثلا مش موجوده، كل الناس على اللي عندها ويندوز على الدومين عندي او مجونه الدومين مش هتشوف مثلا الكنترول بانل، تمام. هل الجروب بولسي بتتحكم في خصائص الويندوز بس؟ قلنا لا، ممكن تتحكم في خصائص برامج ثانيه غير الويندوز. يعني على سبيل المثال، الناس اللي في الشبكه عندي مسطبه فايرفوكس، ممكن عن طريق جروب بولسي اقول لهم شوفوا حاجات معينه من فايرفوكس وما تشوفوهاش، ونسبه برضو ده الكلام ده برضو للكروم نفس الشيء، والبرامج تانية مختلفه. طيب، هل ده بالطبيعي اقدر الاقيه في الجروب بولسي مانجمنت كونسول؟ لما افتح جروب بولسي مانجمنت كونسول اقدر اتحكم من خلالها في الويندوز والبرامج التانية؟ لا، انت بتتحكم في جروب بولسي مانجمنت كونسول على الويندوز بس. عايز تتحكم في برامج تانية، بتنزل شويه ملفات وتضيفها في جروب بولسي مانجمنت كونسول عشان تقدر ان انت تتحكم في خصائص الويندوز وبرامج تانية. يعني مثلا على سبيل المثال، هنزل ملفات خاصه بالفايرفوكس وهضيفها في الجروب بولسي مانجمنت كونسول، بعد ما اضيفها اقدر اتحكم في الفايرفوكس على كل الاجهزه، واي حاجه ثانيه بقى، كروم نفس الشيء، اي حاجه نفس الشيء. فالمهم، مايكروسوفت منزله شويه جروب بولسيز جاهزه، تمام، وبتقول لك اتفضل حضرتك لو عايز ان انت تعمل جروب بولسي محترمه، تمام، تامن لك الدنيا عندك، تامن منتجاتنا. يعني على سبيل المثال، عندي جروب بولسي ممكن تامن لك الايدج، عندي جروب بولسي ممكن تامن لك الويندوز، عندي جروب بولسي ممكن تامن لك الويندوز سيرفر او الويندوز 10 او الاكتف دايركتوري. دي كلها حاجات انا بقترحها عليك مايكروسوفت عشان تامن الدنيا عندك. خلاص كده. وبالمناسبه، جروب بولسيز دي شديده قوي، فلازم لما تيجي تنفذها لازم تجربها الاول وتشوف هتعمل معاك مشاكل عندك في الشبكه ولا لا، وجايز ممكن تقلل شويه منها او تزود عليها حاجات. فمايكروسوفت بتديك ايه؟ تقول لك خد دي اساسيات، عايز تبني عليها الامان عندك في الشبكه، ماشي. يعني على سبيل المثال، احنا بنقول مثلا ايه؟ ان انا مايكروسوفت عامله جروب بولسي انها تامن الايدج، يعني بمعنى ايه؟ تامنه من الاختراق، تامنه من ان هو ما حدش يقدر ان هو يهاك عليه، ده حاجه ثانيه. وعامله جروب بولسي للويندوز تامنها من الاختراق وتامنها من حاجات ثانيه كتير. خلاص، فاحنا نزلنا جروب بولسيز اللي هي عاملاها مايكروسوفت دي من الموقع بتاعهم،
وبعدين دخلناها عندنا في الدومين او عملنا لها امبورت عندنا في الدومين عشان نستعملها. خلاص كده ده اللي كنا عملناه الفيديو اللي فات. يعني خلاص الجروب بوليسيز عملناها، اخدنا جروب بوليسي بتاع مايكروسوفت عملنا لها امبورت او دخلناها جوه جروب بوليسي مانجمنت كونسول، بقى عندنا جروب بوليسيز كتيره قوي لمايكروسوفت، منهم مثلا جروب بوليسي للايدج، جروب بوليسي للاوفيس، جروب بوليسي للويندوز 10، جروب بوليسي للويندوز سيرفر، جروب بوليسي للاكتيف دايركتوري، جروب بوليسي لكذا حاجه. وكل ده عايزين بقى بعد ما عملنا جروب بوليسيز دي نبتدي بقى ننفذها على الناس. احنا خلاص عملناها، بس المفروض بقى عشان ننفذ الجروب بوليسي المفروض يبقى في شرطين او في حاجتين. اولا اربط الجروب بوليسي بالفولدر معين في الاكتيف دايركتوري اللي هيتنفذ عليه. احنا قلنا او الاورجانيزيشن يونت، قلنا الاورجانيزيشن يونت في الاكتيف دايركتوري دي عباره عن محتوى او عباره عن كونتينر بنحط جواه حاجات في الاكتيف دايركتوري. على سبيل المثال ممكن تعمل زي الفولدر في الويندوز كده، يعني انت ممكن مثلا تعمل فولدر تحط فيه اغاني في الويندوز، ممكن تعمل فولدر تحط فيه افلام مثلا. ففي الاكتيف دايركتوري ممكن تعمل اورجانيزيشن يونت تحط جواها مثلا يوزرز، ممكن تعمل اورجانيزيشن يونت تحط جواها كمبيوترز، ممكن تعمل اورجانيزيشن يونت تحط جواها جروبس. خلاص كده. فعشان الجروب بوليسي يتنفذ لازم اقول له هتتنفذ على اني اورجانيزيشنال يونت في الاكتيف دايركتوري وعلى مين جوه الاورجانيزيشنال يونت. يعني على سبيل المثال ممكن اكون عندي اورجانيزيشنال يونت في الاكتيف دايركتوري او فولدر زي ما نقدر نسميه جواه يوزرز وكمبيوترز وجروبس. الجروب بوليسي دي هتتنفذ على مين؟ على اليوزرز ولا على الجروبس ولا على الكمبيوترز؟ فالجروب بوليسي عشان تتنفذ يبقى لازم اقول له هتتنفذ على اني فولدر في الاكتيف دايركتوري وعلى مين جوه الفولدر ده. فاحنا الخطوه اللي فاتت عملنا جروب بوليسيز بس لسه ما ربطناهاش. خلاص كده. فالمفروض بقى في الفيديو ده نبتدي نشوف هننفذ الموضوع ده ازاي. ده بالاضافه ان انا هعمل 3 جروب بوليسيز جداد بالاضافه اللي احنا عملناهم الفيديو اللي فات. الثلاثه جروب بوليسيز دول هنعمل لكل جيش جروب بوليسي خاصه بيه، واحده للجيش الحلفاء وواحده لليابانيين واحده للروس. كل واحده من دول مسؤوله انها اي يوزر من اي جيش من الجيوش دي لما يخش على اي مكنه مجونه الدومين يشوف خلفيات معينه ولوك سكرين معين وسكرين سيفر معينه خاصه بالجيش اللي هو تابعه. يعني على سبيل المثال الراجل اللي من جيش الحلفاء لو دخل باليوزر بتاعه على مكنه مجونه الدومين يشوف خلفيه جيش الحلفاء، يشوف لوك سكرين جيش الحلفاء، يشوف السكرين سيفر بتاع جيش الحلفاء. الياباني يخش يشوف خلفيه الجيش الياباني، يشوف اللوك سكرين بتاع الجيش الياباني، يشوف السكرين سيفر بتاع الجيش الياباني. الروسي كذلك. فعايزين نعمل لكل واحد منهم جروب بوليسي عشان اقدر ان انا اتحكم عن طريق ان هو يشوف خلفيه معينه خاصه بالجيش بتاعه. خلاص كده. دي من ضمن الحاجات ممكن الجروب بوليسي تخلينا اقدر اتحكم في خلفيه الويندوز اللي يشوفها اليوزر، وفي اللوك سكرين اللي يشوفها اليوزر، وفي السكرين سيفر اللي يشوفها اليوزر. تمام. فخلينا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي عن طريق او هننفذه ازاي عملي. فنيجي دلوقتي هنعمل ايه؟ هنفتح الدومين كنترولر اللي هو RACC01. وقلنا طبعا الدومين كنترول بتاعنا ده ما عليهوش سيستم رسومي، يعني عشان اتعامل مع الويندوز دي اللي اسمها ويندوز سيرفر داتا سنتر كور بتعامل باوامر. دي ويندوز عباره عن شاشه سوداء بتحكم فيها عن طريق الاوامر. خلاص. وقلنا عشان اتجنب النقطه دي بعمل مكنه ثانيه اخليها تكونكت او تخش عليها عن بعد، والمكنه دي عليها ادوات رسوميه تقدر تسهل عليا ان انا اتحكم في المكنه دي. تمام كده. طيب هنا هنخش ايه على المكنه الباو اللي هي بريفيليج اكسس ورك ستيشن، هخش عليها باليوزر كيرا اوف. تمام. وبعدين هنخش بالباسورد. هنباوز بس الفيديو. ادي اهو عايزين بقى ان احنا نفتح الكونسول بتاعنا، وبعدين نبتدي نربط بقى كل مجموعه جروب بوليسيز بفولدر معين. تمام. وفي طبعا جروب بوليسيز شويه هتتنفذ على اليوزرات وشويه هتتنفذ على الكمبيوترات، وهي واضحه من اسمها. يعني هتلاقي هنا في جروب بوليسي اسمها كمبيوتر وجروب بوليسي اسمها يوزر. مثلا دي ايدج كمبيوتر، يبقى دي هتتنفذ على الكمبيوتر. نيجي نقول الاول نيو، هنعمل 3 جروب بوليسي زي ما قلنا، الاي جي بي او او جروب بوليسي بتاع الجيش الحلفاء، وهنعمل واحده ثانيه اسمها USSR GPO او الجروب بوليسي بتاعت الجيش الروسي. تمام. وبعدين هنعمل واحدة كمان للجيش الياباني، وهنشوف بعد كده. بعدين يا جماعة هوريكم ازاي ان احنا كمان نقدر ان احنا نطلع ويلكم مسج اللي هي الرسالة التقديمية دي نطلعها برضو بلغة كل جيش. تمام. هي عارف يا جماعه اللي هي التقديميه دي اللي هي ايه، اللي خد بالك انت متراقب، انت في الريد الارت دومين وان انت متراقب، دي اللي احنا كنا بنشوفها في الاول، هتبقى بالانجليزي والروسي والياباني.
تمام. وبرده هنشوف ان ازاي كل يوزر اخلي الويندوز تظهر باللغه بتاعته بلغه البلد اللي هو جاي منها، هوريكم ده الكلام ده برده تعمل ازاي. المهم هنيجي دلوقتي نفتح هنا مجموعه الجروبات دي. احنا قلنا دي جروبات بنجمع فيها كل الجيوش، يعني على سبيل المثال عندي جروب اسمه ارمي اول، ده كل الجيوش متجمعه في الجروب ده. عندي مثلا جروب تاني اسمه اول جنرالز، كل الجنرالات بتاع كل الجيوش متجمعه هنا تمام. ومن ضمن الاثنين دول في حاجه اسمها كلاسيك شيل ادفانس وحاجه اسمها كلاسيك شيل بيزك. ايه كلاسيك شيل ادفانس وايه كلاسيك شيل بيزك؟ انا عندي طبعا قلت لكم ان انا عندي برنامج بيحول الستارت منيو بتاعه الويندوز 10 يخليها شبه الويندوز 7 عن طريق برنامج اسمه كلاسيك شيل، اللي هو ده يا جماعه. يعني بصوا كده، ده شكل ده برنامج الكلاسيك شيل، دي الستارت منيو بتاعه الكلاسيك شيل. طب بتاعه الويندوز 10 شكلها الاساسي ايه؟ يعني لما تيجي بتسطب الويندوز ده الشكل بتاع الستارت منيو، شكلها كده. لما بتسطب برنامج كلاسيك شيل بيخليه لك كده شبه الويندوز 7 القديم عشان الناس بتستريح فيه اكتر. المهم في عندي مجموعتين، حاجه اسمها كلاسيك شيل ادفانس وحاجه اسمها كلاسيك شيل بيزك. كلاسيك شيل ادفانس دي مجموعه من الناس انا هحطهم جوه الجروب دي تمام، وبعدين اربطهم بجروب بوليسي معينه انا مسميها كلاسيك شيل ادفانس. الجروب بوليسي دي بتعمل ايه؟ بتفتح شويه اوبشنز في البرنامج ده لبعض لمجموعه الجروب لمجموعه اليوزرات اللي في الجروب ده. يعني على سبيل المثال احط هنا مثلا 20 يوزر خلاص، وهخلي جروب بوليسي يتنفذ عليهم خلاص، هخلي جروب بوليسي يتنفذ على مجموعه اليوزرات دي. الجروب بوليسي دي فيها ايه؟ تفتح لهم شويه اوبشنز في البرنامج ده، ده اللي هو ادفانس. ودي هتبقى للاي تي، انا هخلي ان الجروب دي فيها الاي تي يتفتح لهم كل حاجه في كلاسيك شيل. وفي واحده ثانيه اسمها كلاسيك شيل بيزك، دي بقى العكس، دي هخليها اليوزرات العاديه وليكن اي ناس عندي تتقفل لهم شويه حاجات في كلاسيك شيل. يعني على سبيل المثال مثلا ما يظهرلوش مثلا اول بروجرامز، ما يظهرلوش مثلا ما يظهرلوش مثلا على سبيل المثال الكنترول بانل، البي سي سيتنج، الحاجات دي تختفي خلاص. فهنا انا عندي جروبين، جروب هيبقى فيه الناس اللي هفتح لهم حاجات في كلاسيك شيل وده اللي اسمه ادفانس، واحد تاني هقفل عليهم كلاسيك شيل واسمه بيزك. والاثنين دول هربطهم باثنين جروب بولسي، جروب بوليسي اسمها ادفانس كلاسيك شيل هتتربط بالجروب اللي هي كلاسيك شيل ادفانس، وحتى اسمها ليميتد كلاسيك شيل هتتربط بالبيزك تمام. البيزك ده اللي هو بقفل فيه كل حاجه، هربطه بحاجه اسمها جروب بوليسي اسمها ليميتد، دي انا قافل فيها كل حاجه على الناس، وهربط الجروب اللي اسمها ادفانس دي بالجروب الثاني اللي اسمها ادفانس اللي هي مفتوح لهم فيها كل حاجه. هنشوف لما نيجي للحته دي، بس اهم حاجه الاول نشوف الكلاسيك شيل ادفانس دي هل فيها حد، هل فيها يوزرات؟ ما فيهاش، هنلاقي انها فاضيه، وعايزين نحط فيها شويه يوزرز خلاص. هنفتح كده مثلا الكلاسيك شيل ادفانس دي، يعني بصوا يا جماعه مثلا هنا اهو شايفين اللي هي ادفانس فين، سوري اللي هي كلاسيك شيل بوليسي ادفانس دي او بوليسي ادمن دي، انا فاتح فيها جروب بوليسي، فاتح فيها كل حاجه في الكلاسيك شيل، هربطهم بالجروب دي، يعني الناس دي او الجروب بوليسي دي هتتنفذ على الناس دي. والثانيه اللي اسمها ليميتد اللي هي اقل بقى اللي بقفل فيها حاجات، جروب بوليسي دي هتتنفذ على كلاسيك شيل بيزك. فالاول بس لازم احط ناس جوه الجروبات دي خلاص. فهنفتح كلاسيك شيل ادفانس ده، خلينا مثلا نفتح كلاسيك شيل ادفانس دي اهو، نفتحه هنلاقي ان مفيش اي حد جواه خلاص. فانا هعمل ايه؟ هحط جروب الاي تي جوه الجروب دي عشان انا عايز ان كل الناس بتوع الاي تي الكلاسيك شيل يبقى مفتوح لهم فيه كل حاجه خلاص كده. وهنيجي على البيزك هنضيف مجموعه ثانيه من اليوزرات مش عايزها انها تشوف حاجه من الكلاسيك شيل ده، او تشوف حاجات معينه من الكلاسيك شيل خلاص. فهنفسح الكلاسيك شيل ادفانس تمام، يعني هنفتحها كده ثواني اهو، نفتح الكلاسيك شيل ادفانس طبعا، دي حته الفاير وول معلش كل شويه بيسال. المهم هنشيل الادفانس ده، وبعدين نروح ضايفين مين في مين بقى، ضايفين في الاي تي خلاص. انا عايز الاي تي يتفتح لهم كل حاجه خلاص كده. هنقول له يو ان اندرسكور اي تي تمام، وهنقول له اول، عايزين الجروب اللي اسمها اول، دي فيها كل الاي تي بتاع كل الجيوش. فلو اي واحد من اي جيش عنده كلاسيك شيل ويبقى من اداره الاي تي يتفتح له كل الاوبشنز في كلاسيك شيل خلاص. فاقول له اوكي خلاص، واقول له قول خلاص كده كده تمام كده. بقى انا عندي الجروب اللي انا عايزه، نروح بقى في الليميتد اللي هو القليلين، مجموعه الناس اللي هيبان لهم خلاص، اللي هيبان لهم اهو كلاسيك شيل بيزك دي، اللي هم هيبان لهم بقى الحاجات ايه اقل، هيبان لهم حاجات اقل من البرنامج ده خلاص. طيب لحد اللحظه دي يا جماعه احنا ايه، لحد اللحظه دي الجروب بولسي موجوده بس لسه ما ربطناهاش باي اورجانيزيشنال يونت، و
ولسه ما قلناش هتتنفذ على اني حاجه جوه الفولدر او اي حاجه جوه الاوثنتيكيشن يونت، هتتنفذ على يوزر ولا على جروب ولا على كمبيوتر. فهنقول له هنا مثلا هنختار جروب اسمها اول انفنتري، عايزين كل جيش المشاف كل الجيوش يبقى مقفول عليه كلاسيك شيل. ماشي، ممكن تختار اللي انت عايزه يعني، الموضوع براحتك انت خالص. خلاص كده هنختار اي واحده من دول، وليكن مثلا هنختار مش ارمي الايز، هنختار ارمي اول، او مثلا بلاش ارمي اول، هنختار الانفنتري بس، او هنختار الناس اللي هم بتوع جيش المشاه. وشفنا زي ما بشاور لكم كده ان احنا هنربط الكلاسيك شيل بوليسي ليميتد، دي جروب بوليسي اللي قافله حاجات كتير جدا على كلاسيك شيل، وهنربطها بالجروب اليوزرات اسمه كلاسيك شيل بيزك، دي جروب دي جواها اليوزرات اللي انا عايز اقفل عليهم حاجات في الكلاسيك شيل. خلاص ممكن نختار اول، ممكن تختار جيش يعني تختار اللي هم مثلا كل سلاح الطيران، بس انا هختار سلاح المشاه بس، على اساس سلاح المشاه مش محتاج اكسس كتير، او يعني مش محتاج يبقى مفتوح له حاجات كتير يعني. ممكن يكون مثلا جيش الطيران او الدبابات محتاج مثلا اكسس اكتر، ده طبعا حد فاهم، انا مش خبير عسكري يعني. فهنشيل انفنتري كده، بقى عندنا جروبين جاهزين. خلاص نربط بقى ايه، هنربط الجروب بولسي دي اللي هي دي ودي الادمن والليميتد، دي لازم نربطهم بفولدر ونربطهم بجروب. خلاص كده ده لازم نشوف. طب هل ممكن مش هربطهم بفولدر؟ هوريكم دلوقتي حاجه تانية برضو عشان نفهمها. يعني مثلا على سبيل المثال لاحظوا حاجه هنا معينه، هنا في حاجه اسمها الديفولت دومين بوليسي، شوف دي مربوطه فين، الديفولت دومين بوليسي مربوطه تحت الدومين. يعني ايه؟ يعني الجروب بوليسي دي هتتنفذ على كل اللي تحتيها. خلاص طيب ده بالنسبه المكان اللي هتتنفذ فيه، هتتنفذ على مين؟ على جروب في الاكتف دايركتوري اسمها اوثنتيكيتد يوزرز. يعني ايه اوثنتيكيتد يوزرز؟ دي جروب في الاكتف دايركتوري، الاكتف دايركتوري اول ما بتكريته بتتكريت اوتوماتيك، وهو اوتوماتيك بياخد كل اليوزرز اللي عندك في الدومين اللي قدروا يدخلوا او قدروا هم يدخلوا على اي مكان عندك في الدومين بيوزر نيم وباسورد مظبوطين، يحطهم في الاوثنتيكيتد يوزرز. يعني ايه؟ يعني افرض مثلا ان انا راجل يوزر دلوقتي حبيت ادخل على مكنه مجونه الدومين وكتبت اليوزر نيم والباسورد غلط، مش هتحط في الاوثنتيكيتد يوزرز جروب في الاكتف دايركتوري. طب افرض حطيت اليوزر نيم والباسورد صح ودخلت على المكنه اللي مجونه الدومين، يحطك في الجروب دي. يعني فعليا الاوثنتيكيتد يوزرز دي كل الناس اللي عندك في الدومين. خلاص فالديفولت دومين بوليسي مربوطه باني فولدر في الاكتف دايركتوري؟ مربوطه بالدومين كله، يعني كل الفولدرات اللي تحتيها دي هتتنفذ جروب بوليسي دي عليها. وهتتنفذ على مين بقى في الفولدرات دي؟ على جروب معينه من اليوزرات اسمها اوثنتيكيتد يوزرز. خلاص فنشوف مثلا لو حبينا ننفذ مثلا حاجه زي كلاسيك شيل ادمن ليميتد دي هنعملها ازاي. خلينا دلوقتي الاول نسحب الكلاسيك شيل ادمن دي، ودي قلنا جروب بولس اللي انا فاتح فيها حاجات كتير جدا من برنامج الكلاسيك شيل. خلاص كده هنربطها ايه؟ بصوا هنا يا جماعه، هنا كلاسيك شيل الاكسس، هنا بقى ايه دلوقتي؟ بصوا هنا بقى عندنا اتنين، عندنا كلاسيك شيل بوليسي ادمن دي اللي انا فاتح فيها كل حاجه في كلاسيك شيل، برنامج كلاسيك شيل، واللي تحتيها ليميتد دي قافل على حاجات كتير قوي في كلاسيك شيل. هتتنفذ على مين؟ على كل الفولدرات او كل الاورجنايزيشنال يونتس اللي في الاكتف دايركتوري. طيب على مين جوه الفولدرات دي؟ الفولدرات دي فيها يوزرات وفيها جروبات وفيها كمبيوترات، هنفذها على جروب معينه جوه اي فولدر من الفولدرات دي. خلاص كده خلينا دلوقتي نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي احنا خلاص ربطنا الجروب بوليسي دي، نفتح دلوقتي بقى ايه نعلمها كده. خلاص وهوريكم بقى دلوقتي كمان هنعمل ايه. خلاص يعني دلوقتي خلينا نفتح واحده من دول هنقف عليها، يعني خلينا بس كده الاول يعني نفتح اي واحده من دول، بس يعني لسه انا بشرح طبعا، بس دي مش النقطه هنا اهو. بصوا هنعمل بقى حاجه كمان، وفي برضو جروب بولسي تانية اسمها ادفانس يوزرز جروب بولسي، حاجه اسمها ديفولت يوزرز جروب بولسي. ادفانس يوزرز جروب بولسي دي هفتح بيها اليو اس بي والدي في دي لمجموعه يوزرات. خلاص ودي هنفذها فين؟ على مستوى الدومين كله، يعني الجروب بولسي دي هتتنفذ على كل الفولدرات اللي في الاكتف دايركتوري. خلاص والديفولت دومين والديفولت يوزرز جروب بولسي دي عكس الادفانس يوزرز جروب بولسي، دي هقفل فيها يو اس بي ودي في دي على ناس معينه، ودي هتتنفذ فين؟ برضه هتتنفذ على مستوى الدومين، يعني على كل الفولدرات اللي عندي في الاكتف دايركتوري. طب كريم انت هتقول لي كده في مشكله، ده هيفتح وده هيقفل، وده هيتنفذ على مستوى الدومين وده هيتنفذ على مستوى الدومين، طب ازاي الاثنين عكس بعض؟ هنا بقى تيجي التريكه،
ان انا هنا اقول له نفذ لي الجروب بوليسي دي على كل الفولدرات في الجروب بوليسي، على ناس معينه جوه الفولدرات دي، على حاجات معينه جوه الفولدرات دي مش كلها او مش كل اللي جواها. خلاص يعني الجروب ده او الفولدر ده مثلا فيه كمبيوترات ويوزرات وجروبات، اقول له لو سمحت الجروب بوليسي يتنفذ على ناس، على جروزرز بس جوه الاورجانيزيشن ويت او جوه الفولدر ده. هنشوف الموضوع ده، حاجه اسمها سكيورتي فلتر هنشوفها دلوقتي، بس خليكم معايا وهنشوف الموضوع ده هيمشي مع بعض ازاي. خلاص خلينا نكمل. هناخد مثلا دلوقتي ايه، جينا الادفانس يوزرز جروب بوليسي مثلا اهي، دي اللي هي هقفل اليو اس بي والدي في دي على ناس معينه. خلاص نيجي هنا اهو نبص بص الجروب بوليسي دي هتتنفذ على مين؟ هتتنفذ على الدومين كله. طيب مين في الدومين كله؟ يعني مين اللي هيتنفذ عليه في الدومين كله؟ يوزرات ولا جروبات ولا كمبيوترات؟ لا، هيتنفذ على مجموعه من اليوزرات اسمها اوثنتيكيتد يوزرز، وشرحنا يعني ايه اوثنتيكيتد يوزرز. طيب معنى كده ان كل اليوزرز اللي عندي في الدومين هيتفتح لهم اليو اس بي والدي في دي، وده انا مش عايزه، فانا هشيل الجروب دي واحط جروب ثانيه معينه انا عارفها ومحدد جواها ناس معينه في الاكتف دايركت، هم دول بس اللي يتفتح لهم اليو اس بي والدي في دي. طيب عملت كده، هشيل دي واضيف الجروب اللي انا عايزها، خلص الموضوع كده؟ لا، في خطوه كمان لازم اجي في حته اسمها ديليجيشن، تمام، واضيف جروب معينه في الاكتف دايركتوري اسمها دومين كمبيوترز. ودومين كمبيوترز دي عباره عن جروب بتتكريت اوتوماتيك في الاكتف دايركتوري اول ما بتسطبه، والاكتف دايركتوري بيحط فيه كل الكمبيوترات اللي جوه الدومين في الجروب دي. خلاص يبقى هنخش ديليجيشن ونضيف الدومين كمبيوترز ونديها ريد بيرميشن على الجروب بولس دي. طيب ليه الحركه دي؟ الحركه دي لو انا ما نفذتهاش الجروب بولس دي مش هتتنفذ على مجموعه اليوزرات دي، افهمها كده. خلاص خلينا نفهمها كده. خلاص طيب نيجي لحته مثلا يعني، خلاص الديفولت دومين بوليسي بتتنفذ على اوثنتيكيتد يوزرز، يعني على كل الناس، وده منطقي ان انا عايز انفذ الديفولت دومين بوليسي او عايز انفذ مجموعه معينه من الاعدادات تمام بتاعه ويندوز على كل الناس، اي تي وغير اي تي، يوزرات وغير يوزرات، كل الناس، فطبيعي ان الديفولت دومين بوليسي تتنفذ على اوثنتيكيتد يوزرز. خلاص طيب واللي انا لسه قايل لكم عليه من شويه، لازم اروح ديليجيشن واضيف دومين كمبيوترز والكلام من ده، ده لازم اعمله؟ لا، هتعمله في حاله واحده بس، في حاله واحده بس، لو الجروب اللي انت مش هتنفذ عليها جروب، الجروب اللي انت هتنفذ عليها جروب بولسي تبقى اي حاجه غير الاوثنتيكيتد يوزرز. خلاص طب احنا قلنا الديفولت دومين بولسي هتتنفذ على الاوثنتيكيتد يوزرز، فخلاص مش هنحتاج نعمل ديليجيشن ولا نضيف دومين كمبيوتر ولا نعمل اي حاجه. طب نيجي في الحته بتاعه الادفانس يوزرز جروب بولسي دي، انا عايز افتح اليو اس بي والدي في دي لناس معينه مش الاوثنتيكيتد يوزرز. في الحاله دي هشيله، اشيل الجروب دي واحط الجروب اللي انا عايزه، وبعدين نروح ديليجيشن واضيف دومين كمبيوترز واديها ريت بيرميشن على الجروب بولسي دي. الكلام ده ينطبق على اي جروب بولسي مش هتنفذها على الجروب اللي اسمها اوثنتيكيتد يوزرز، اي جروب غيرها. خلاص كده، فخلينا دلوقتي نمشي في الجزئيه دي. خلاص الاوثنتيكيتد يوزر نمشيها، هنعمل لها ريموف اهو، هنعمل ريموف للجروب دي. خلاص وبعدين نضيف، تمام، نضيف المجموعه اللي اسمها عندي جروب في الاكتف دايركتوري، وليكن مثلا الجنرالز او الجنرالات، الجنرالات مثلا بتوع كل الجيوش هم دول اللي يتفتح لهم اليو اس بي والدي في دي. خلاص كده، فهناخد اول جنرالز اهو مثلا ونخليهم ده اللي يتفتح لهم اليو اس بي والدي في دي. خلاص واقول اوكي كده تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنروح على ديليجيشن وبعدين نروح ضايفين، نفتح نقول له ضيف دومين كمبيوترز واديها ريت بيرميشن على الجروب بولسي دي. لو ما عملتش كده، يعني عملت كده بس ضفت الجروب وبعدين اوكي، خلاص مش هتتنفذ الجروب بولسي دي، لازم تعمل حته الديليجيشن دي. خلاص فخلينا نمشي كده حاجه بسيطه اهو، هنعمل كده، هنفتح الديليجيشن. خلاص نيجي هنا تمام، وهنضيف اللي اسمها دومين كمبيوترز تمام كده، وبعدين نقول له اوكي، وبعدين هديها ريد بيرميشن. خلاص هديها ريد بيرميشن على جروب بولسي. طب واحد يقول لي لما ضفنا القصه دي، خلينا بس نضيف اوكي الاول، ثواني هنضيف اوكي. واحد يقول لي طب بقول لك ايه يا باشمهندس، هو انت ليه
لازم تروح حاططها فوق الدومين هنا وتنفذها على الكل. طب ما تعمل مثلا على سبيل المثال انت عايز شويه تقفل عليهم واخد بالك اليو اس بي والدي في دي، تعمل فولدر وتحط جوه اليوزرات دي وتنفذ عليه جروب بولسي دي على طول، مش لازم بقى كل شويه اقول له سكيورتي فلتر واعمل وسوي. تمام، اعمل اورجنايزيشنال يونت خلاص واحط جوه اليوزرات اللي انا عايزها وانفذ عليها جروب بولسي بس خلاص. وكده جروب بولسي هتتنفذ على الاوثنتيكيتد يوزرز او مجموعه اليوزرات اللي جوه الفولدر ده، كده منطقي جدا. خلاص هو راجل اوثنتيكيتد يوزرز دي اللي هو ايه، هو بيقول لك انا هنفذ الجروب بولسي دي على الاوثنتيكيتد يوزرز اللي هم مين، اللي هم اليوزرات اللي هم مين اللي هو جوه الفولدر ده، لان الجروب بولسي ليها شرطين زي ما بنقول. لما تيجي تتنفذ هتتنفذ على اني فولدر ومين جوه الفولدر. فلو انت مثلا عملت فولدر وسميته الناس اللي هيفتح لها اليو اس بي والدي في دي وحطيت جواها كل اليوزرات دي وعملت جروب بولسي دي وخليتها تتنفذ على الاوثنتيكيتد يوزرز، خلاص نيجي نشوف جروب بولسي دي هتقول اه انا هنفذ نفسي فين على الفولدر ده، هنفذه على مين، على الجروب اللي اسمها اوثنتيكيتد يوزرز اللي هم مين، هم اليوزرات اللي قدروا يخشوا على الدومين اللي هم موجودين فين في الفولدر ده، يعني مش هنفذهم على ناس تاني، على الناس اليوزرات اللي جوه الفولدر ده. المهم يعني انا افضل طبعا في جميع الاحوال انه كل ما زاد عدد الاورجنايزيشنال يونتس كل ما كان ده كان وحش، يفضل ان يكون الموضوع ملموم. وجروب بوليسز برضو كل ما عددها زاد كل ما بقى وحش، حاول ان انت تخلي عدد اقل من الجروب بوليسز وعدد اقل من الاورجنايزيشنال يونتس. المهم خلينا نكمل الجزئيه دي. فخلاص احنا كده ده هنا ضفنا القصه، نيجي بقى كمان للديفولت يوزرز بقى اللي هي عكسها خالص، اللي هي ان انا المفروض ان انا هقفل حاجات على ناس. تمام كده، وهنعمل نفس الكلام، هنعمل نفس الكلام، هنشيل اوثنتيكيتد يوزرز خلاص، وبعدين هنضيف جروب معينه ولكن مثلا بتوع المشاه مثلا، مش عايز ان هم في سلاح المشاه في كل الجيوش ان يتفتح له اليو اس بي والدي في دي مثلا. يعني ممكن بقى تضيف اللي انت عايزه، ممكن تضيف مثلا بتوع البحريه بتوع الجوي مثلا ايا كان. فانا هضيف الانفنتري بس على اساس ان هم ايه يعني قتال على الارض، فممكن ما يكونش محتاج قوي حته الكمبيوتر اصلا اساسا، مرفع حاجات محدده قوي يعني. خلاص بس هننساش طبعا موضوع الديليجيشن اللي احنا عملناه هنا. خلاص خلاص، وطبعا الكلاسيك شيل ادمن وليميتد دي طبعا لازم برضو ننسى، ما ننساش ان احنا نربطها بالجروبات معينه اللي احنا عايزينها، واحده هتبقى بجروب الاي تي والثانيه هتبقى بجروب بتاع المشاه، نسيت برضو ان انا اعدل لكم في دي. المهم هنعمل بقى ايه دلوقتي، بقيت بقى جروب بولسيز بقى الثانيه اللي احنا عملناها الفيديو اللي فات عايزين بقى نبتدي نربطها. خلاص كده نربطها برضو زي ما ربطنا جروب بولسيز دي. يعني على سبيل المثال احنا قلنا برضو من ضمن الحاجات اللي كنا قلناها قبل كده، قلنا انه الاير بيز ده جواه او ده مطار، والمطار ده جواه كمبيوترات. خلاص كده مش عارفين طيارات، هنعتبر الطيارات دي كمبيوترات. وقلنا ارم فاسيلتي ده يعتبر مكان فيه دبابات وجواه دبابات، وهنعتبر ده كمبيوترات عاديه. خلاص كده، وديفنسز ده برده هنعتبره اللي هي دفاعات وهنعتبرها برده تعتبر كمبيوترات. والسي بورت ده اللي هو الميناء البحري وجواه سفن، هنعتبرها ايه، كمبيوترات. يعني دول ده وده 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 دول كمبيوترات عليها ويندوز 10، وده عليه سيرفرات. خلاص كده، فاحنا هنا هنربط مجموعه جروب بوليسز هنربطها بالكمبيوترات العاديه، وهنربط مجموعه ثانيه من الجروب بوليسز بالسيرفرات، وهنربط مجموعه ثالثه من الجروب بوليسز باليوزرز. ارمي كامبس ده اللي هو جواه الجيوش اللي هي اليوزرات. خلاص، فهنربطها هنا. فخلينا بقى نشوف واحد واحد كده هنربطهم ازاي. خلينا نمشي شويه كده اهو، نمشي كمان اهو، هنقول لينك ان اكزيستنج جي بي او، نبتدي بقى ايه نلينك اي حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر، ان ده طبعا جواه كمبيوتر هنروح رابطينها بيه. ده هيبقى كمبيوتر، كمبيوتر دي مثلا ليها علاقه بالايدج كمبيوتر، اوفيس كمبيوتر. خلاص كده، وهنربط بقى كل ما له علاقه بالكمبيوتر. خلاص كده، وفي حاجه اسمها برده هاردنينج كمبيوتر برده هنربطها بيه، اي حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر هنربطها بيه. خلاص، كنا شرحنا كل واحده من جروب بولسز دي معناها ايه او بتعمل ايه. خلاص، ادي جروب بولس اهو كمبيوتر، ومثلا هنربط بقى كمان بتاعه كمبيوتر اهي. خلاص هنربط كمان حاجه اسمها هاردنينج، تقويه الويندوز 10 دي عايزينها برده، دي ليها علاقه بالكمبيوتر برده. وهنربط الويندوز ابديت او دبي سورس ابديت كنا شرحناها قبل كده،
وهنربط دي كمان. كل دول لهم علاقه او جروب بروسيس هتتنفذ على الكمبيوترات بغض النظر عن اليوزر اللي داخل عليه. خلاص كده. وهنعمل نفس الكلام دي برضو عليها كمبيوترات، هنربط نفس الجروبس او هنربط نفس الجروب بوليسيز برضو هنربطها هناك برضو. فخلينا كده نقول له لينك برضو. وطبعا يا جماعه انا عشان برضو ما انا هعمل ده هنا في الجيش الحلفاء هكرره هنا في الجيش الياباني والجيش الروسي، فانا هعمل دي بس كده الاول وهجري الباقي بسرعه لان انا بعمل نفس الكلام بكرره تاني. خلاص هنعمل كده اهو. وكل واحده من دول بت 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 بتزود السكيورتي لمنتج من منتجات مايكروسوفت، واحد له علاقه بالاوفيس، واحد له علاقه بالايدج، واحد له علاقه بالويندوز 10، واحد له علاقه بالويندوز سيرفر. فيعني ايه حاجات. وعلى فكره يا جماعه ممكن انت بتنزلوا جروب بوليسز دي من موقع مايكروسوفت في دوكيومنتس او مستندات بتشرح ايه بقى جروب بوليسز ايه وايه جروب بوليسز دي وبتتنفذ ليه. خلاص كده. وانا ان شاء الله في الفيديو ده هنتناقش بقى في حاجه تانية خالص. وزاره الدفاع الامريكيه منزله مجموعه من التوصيات. طبعا ما حضرتك يعني ما ايه ما وزاره الدفاع، وزاره الدفاع اكيد طبعا مكان سري جدا، وحاطين كميه جروب بوليسز بقى اقوى بكتير جدا من بتاعه مايكروسوفت. خلاص كده. فهوريكم برده هننفذها لان هي دي هتبقى احنا طبعا القصه بتاعتنا فيها جيش، فلازم نستعمل حاجه ليها علاقه بالجيش. خلاص كده. فهنيجي هنا اهو. خلاص لينك اكزيستنج جي بي او. هنيجي هنا نربط مثلا حاجه ثانيه برده، خدوا بالنا هنا اللي هي ايه مابنج جي بي او. ايه المابنج جي بي او دي؟ دي جروب بوليسي خلاص هتتنفذ على كل الناس. ايه علاقتها جروب بوليسي دي؟ احنا قلنا ان احنا هنعمل فايل سيرفر وهنحط على الفايل سيرفر ده فولدرات تمام، ونشيرها للمختلف الادارات عشان يشتغلوا عليها. يعني مثلا هعمل فايل سيرفر، هعمل فولدر للحسابات عشان تيم الحسابات يشتغل عليه، وهعمل فولدر ثاني لتيم الاتش ار عشان تيم الاتش ار يشتغل عليه. خلاص كده. فكل الفولدرات المتشايره دي انا عايز ان كل يوزر من كل اداره يظهر له الفولدر الخاص بادارته. يعني الراجل بتاع الحسابات لما يدخل على اليوزر بتاعه بتاع الاكتف دايركتور على جهازه يلاقي الفولدر بتاع الاكاونتنج على الفايل سيرفر ظاهر له. ونفس الشيء بالنسبه للاتش ار، ده هيتم عن طريق اسمها مابينج بوليسي. خلاص مابينج بوليسي هتظهر له الفولدر الخاص بادارته على الفايل سيرفر كانه بارتيشن بس اسمها نتورك مابد درايف. خلاص. خلينا كده نكمل. وهنا دي طبعا هتتنفذ على الكل، فهنا مش هحدد لها حاجه معينه. خلاص كده. هنا ديفنسز برضو هنربط نفس الكلام، نفس برضو الجروبات دي او جروب بوليسيز دي هننفذها عليه. خلاص برضو كمبيوترات اهي. خلاص. وهنشوف ان السيرفرات ليها حاجه تانية، حاجه اسمها مثلا سيرفر هاردنينج هنربطها دي بي. خلاص. دي هتتربط على السيرفرات بعد كده. تمام. هنربط بقى برضو لسه نفس الجروبات برضو، لان كل دول قلنا دول عباره عن فولدرات جواها كمبيوترات، ده وده وده وده. خلاص الاربعه دول. اما بالنسبه ده عليه سيرفرات، وارمي كامب ده جواه يوزرات. خلاص كده. فهنربط الكلام ده. ماشي. نقول له اوكي. خلاص كده. نيجي بقى نكرر نفس الكلام هنعمله في الجيش الياباني. خلاص نفس الفكره ونفس التفصيله. متعاش ما اعتقد ان انا هفوت الحته دي، بس خلينا بس نتاكد الاول. انا بس هوريكم برده نفس الحوار، هنعمل نفس الكلام. خلاص. نفس الجروبات هتتربط بنفس الايه بنفس الفولدرات بس في كل جيش. خلاص كده. خلينا بس كده برضه نجري شوية. بس كده نفس الحوار، كل الكلام ده كله هنعمله تاني يا جماعة، هو نفس الفكرة. لو مشينا كده شوية كمان اهو هنيجي الاس ار، نفس الكلام هنكرره تاني. خلاص. نفس الفولدرات ونفس الجروب بوليسيز. هنكمل كده اهو. خلاص. نمشي كده كمان ديفنسز، وبعدين السي بورتس. خلاص نفس الفكرة هي. خلاص كده. هم خلاص. فاضل بقى حاجة هنا زيادة، عايزين مثلا الارمي كامب ده اللي هو فيه اليوزرات، هنربط بيه بقى كل ما له علاقة باليوزرات. برضو لو فتحنا الجروب بوليسيز، في جروب بوليسيز متسمية جنبها يوزر، في جنبها يوزر. خلاص كده. حاجة اسمها مثلا لو بصينا كده، حاجة اسمها يوزر، حاجة اسمها مثلا اهو
اوفيس يوزر بلوك يوزر كل دي جروب بوليسيز ليها علاقه باليوزر مش بالكمبيوتر خلاص كده فهنربطها باليوزر خلاص كده في مثلا حاجات ليها علاقه برضو باليوزر اهي ويندوز 10 يوزر خلاص كده طيب ادي كل ده يوزرات ماشي كده فهنربطهم ونعمل نفس الكلام في كل الـ في كل الباقيين وهنربطهم بعد كده برضو هنشوف ان كل واحد من دول هيتربط بالجروب بوليسي بتاعته اللي هي هتظهر له لوك سكرين معينه وخلفيه معينه وسكرين سيفر هنشوفها دلوقتي بس واحده واحده معايا خلاص هنبتدي بقى نعمل الكلام ده نرجع تاني قبل كده هنربط هنا حاجه اسمها USSR GPO اللي هي دي ايه بقى دي هتتنفذ على كل اللي جوه الفولدر بتاع الجيش الروسي دي جواها بقى ان كل الاجهزه يظهر لها خلفيه معينه وسكرين سيفر معينه وسكرين سيفر ولوك سكرين معينه اي حد تحت هنا خلاص كده وده هيتعمل مره هنا ومره هنا ومره هنا خلاص كده وهنشوف ازاي برضو بتعمل لها كونفيجريشن نيجي للارمي كامب تاني خلاص بس هنا طبعا الارمي كامب ده هننفذ عليه حته الجروبات بتاعت او الفول الجروب بوليسيز بتاعت اليوزرات تمام وزي ما بنقول يا جماعه جروب بوليسيز كلها دي بتقوي السكيورتي او بتزود السكيورتي لكل منتجات مايكروسوفت خلاص في بعض جروب بوليسيز ممكن انها تزود من اداء منتجات مايكروسوفت تفتح شويه اوبشنز تساعد في اداء الاوفيس او تساعد في اداء الايدج دي حاجات تانية بس هو مينلي حاجات مايكروسوفت اللي بتنزلها عشان الامان خليكم معايا ثواني يا جماعه دقيقه واحده نكمل يا جماعه فهنا خلاص هنربط برضو الاكزيستنج جروب بوليسي دي هنربطها بقى هنا ايه برضو دي انه هنا هيتنفذ على كل الجيش الياباني الجروب بوليسي دي اللي هي ليها علاقه بالخلفيه والسكرين سيفر واللوك سكرين خلاص كده وهنا ده بالنسبه لليوزرات تمام اوكي وهنشوف بقى نمسك واحده واحده من دول اللي هي جروب بوليسي بتاعه الجيش الحلفاء وجروب بوليسي بتاعه الياباني وجروب بوليسي بتاعه الروس ونخش بقى نقول له انا عايز لكل واحد من دول يظهر له خلفيه معينه وسكرين سيفر معينه وباك جراوند او هنشوفها بقى ازاي ساعتها خلاص لينك اكزيستنج جي بي او هنخش بتاعه الالايد جي بي او خلاص كده نبتدي بقى نشتغل بقى نكونفيجر جواها ونشوف الدنيا ايه خلاص طبعا قبل كده السيرفرات هنربط السيرفرات برضو نسيت اقول لكم عليها هنربط السيرفرات بجروب بوليسي اسمها ايه اهو سيرفر هاردنينج دي تقويه السيرفرات دي جروب بوليسي شويه اعدادات مايكروسوفت بتظبطها عشان تقوي السيرفرات ضد الاختراق خلاص كده هنعمل برضو سيرفرز خلاص تمام كده اهو سيرفر هاردنينج خلاص يبقى فاضل بتاعت الجيش الروسي السيرفرات برضو لينكينج وبعدين نقول له ايه السيرفر هاردنينج فكده ربطنا كل جروب بوليسي بالمكان المحدد اللي هتتنفذ عليه وبالاوبجكتس او الناس المحدده كمان اللي هتنفذ عليه جوه الفولدر ده فكده خلاص عايزين بقى نبتدي نشتغل في الحته بتاعت الجروب بوليسي بتاعت كل واحد هنبتدي بقى بتاعت الالاي اهو نخش عليها دي بقى نبتدي نقول له لو سمحت انا عايز اي يوزر من جيش الحلفاء يظهر اول ما يخش على جهازه اللي مجون الدومين يظهر له خلفيه معينه سكرين سيفر معينه فهنشوف دي بتتجاب بقى من البوليسيز وبعدين حاجه اسمها ادمنستريتف تمبلتس وهنشوف بتتجاب منين يعني خلينا نمشي شويه كده قدام شويه اهو هنفتح ادمنستريتف تمبلتس خلاص وبعدين هنيجي حاجه اسمها بيرسونالايز بصوا بقى يا جماعه هنا اهو اول واحده هنفتح حاجه اسمها كنترول بانل بيرسونالايز اول حاجه هنا فورس لوك سكرين خلاص دي هنحدد له ايه اللوك سكرين هتظهر يوزر لوك سكرين يا جماعه حاجه عامله زي لما انت تسيب موبايلك لفتره واخد بالك وترجع تاني تدوس على زر الباور تلاقي فيه كده زي صوره متحركه او حاجه موجوده بتخفيها بقى طبعا او بتشيلها لو بتدوس مثلا بصباعك او
مثلا تعمل باترن او تعمل حاجه. فدي نفس الفكره، هنا حدد له صوره معينه تبقى لوك سكرين لليوزر، خلاص كده لوك سكرين لليوزر. فدي هنحدد له مكانها فين دلوقتي، خلاص كده هنفتح كده بيرسونلايز وبعدين نقول له في صوره معينه هخليها لوك سكرين لليوزر، خلاص كده هنفتح كده خلاص اهو هقول له انيبل وبعدين احدد له مكان اللوك سكرين دي فين، صوره معينه هتتنفس كانها لوك سكرين خلاص. هنقول له ران، احنا فاكرين ان في فولدر سميناه باك جراوندز تمام، شيرناه على الدومين كنترولر، ده جواه كل بقى الحاجات اللي احنا عايزين ننفذها، ولكل واحد من الجيوش له فولدر جوه باك جراوندز ده اهو، الاي له فولدر، الجيش الياباني له فولدر، الجيش الروسي له فولدر، ودي ادي بص هنبص هنا يا جماعه اهو ده جوه الفولدر ده الصوره اللي اسمها لوكد جي بي سي، هي دي اللوك سكرين اللي هتظهر لليوزر بتاع جيش الحلفاء، خلاص كده. ودي انا كنت قلتها في الفيديو التقديمي يا جماعه في السلسله دي. المهم هناخد ده خلاص وبعدين نقول له كده ونقول له هي دي هتبقى الخلفيه، او سوري دي اللي هتبقى اللوك سكرين بتاعتك، الصوره اللي هتعملها لوك سكرين تمام يبقى اسمها لوك دوت جي بي جي، خلاص كده لوك دوت جي بي جي. طيب كده احنا نفذنا صوره معينه تبقى لوك سكرين صح كده، انا ابلاي اوكي، انا باخد كوبي طبعا عشان احتاجه بعدين. طيب في نقطه هنا مهمه، هنا دلوقتي لو رجعنا حاجة بسيطة قوي، نرجع كده هوريكم حاجة بسيطة دلوقتي. نفترض ان اليوزر اللوك سكرين انا عملتها له دي غيرها، ما هو دلوقتي انا عملت له لوك سكرين معينة راح مغيرها، انا مش عايزه يغيرها، فهنقول له prevent changing of lock screen، يعني دلوقتي انا حطيت له لوك سكرين ما يقدرش يغيرها، فهناخد الاوبشن التاني اللي تحت ان هو كمان ايه ما يقدرش يغير اللوك سكرين، خلاص كده. فهنعمل كده هروح رايحين prevent changing of lock screen. طيب تمام كده الراجل مش عارف يغير اللوك سكرين، خلاص كده كده الراجل مش هيقدر يغير اللوك سكرين ده، ادي رقم واحد. طيب في حاجه تانية كمان اسمها ايه بقى، prevent lock screen camera. يعني ايه prevent lock screen camera؟ يعني الراجل لو على لابتوب ممكن اللابتوب ده يكون فيه كاميرا، الكاميرا دي يفتحها وياخد صوره وبعد كده ياخد الصوره دي يعملها لوك سكرين ممكن، خلاص. فانا برضو هنا هقفل عليه الحكايه دي، هقول له prevent enabling lock screen camera، خلاص كده lock screen camera اللي هو ايه، اليوزر ان هو ممكن ياخد صوره من الكاميرا ويعملها lock screen، enable lock screen اهو enabling lock screen camera، خلاص كده. فهو لا هو بيقفل اهو prevents disable toggle prevents a camera from being invoked on the lock screen، خلاص كده. prevent enabling lock screen camera هو invoke on lock screen، بمعنى ان هو ان يبقى الكاميرا شغاله على lock screen غالبا يا جماعه، دي ان هو وبرده اعتقد لو الكاميرا شغاله على lock screen انت ممكن تاخد صوره بيها وتعملها lock screen. المهم هنعمل لها اهم best practice ان انت تقفلها، خلاص كده. فتقول له بصوا هنا يا جماعه كاتب ان هو كان ان انت ما تقدرش تشغل الكاميرا من لوك سكرين، خلاص كده. افرض دلوقتي ان انت عندك كاميرا خلاص في لوك سكرين اتنفذت والكاميرا انت تقدر ان انت تشغلها عن طريق لوك سكرين، فانا مش عايز حد يشغل الكاميرا، انا عايز اليوزر بس يقدر يشغلها من جوه الويندوز مش من لوك سكرين، خلاص كده. فهنقفلها خالص خلاص anyway. فخلينا نكمل الجزئيه دي وهنيجي هنا enable slide show screen lock screen slide show. يعني ايه؟ يعني الراجل ممكن بدل ما يعني اولا هن enable دي و enable دي، يعني ايه ممكن الراجل بدل ما ياخد صوره ثابته يعملها lock screen ياخد مجموعه من الصور ويعملها lock screen، مجموعه من الصور متحركه يعني ويعملها lock screen. برضو انا هقفل عليه الاوبشن ده خلاص، يعني لا هيعرف يغير اللوك سكرين ولا هيعرف يعمل مجموعه من الصور متحركه كانها لوك سكرين ولا هيعرف يخلي الكاميرا تشتغل على اللوك سكرين، كل ده لانه ممكن يشغل الكاميرا ياخد بيها صوره ويعملها لوك سكرين، ده فكري يعني خلاص. فهنقفل ده وهنقفل ده، فخلينا نكمل كده برضو اهو هنقول له انيبل. طيب ده بالنسبه للوك سكرين، عايزين بقى ان احنا ايه، عايزين بقى دلوقتي نشغل سكرين سيفر معينه ونشغل خلفيه معينه لليوزر، دول هنعملهم، ده بيتعمل من الكمبيوتر كونفيجريشن في جروب بولسي، الجزء الثاني هيتعمل من اليوزر بقى من تحت،
خلاص كده. فخلينا نشوف هتتعمل ازاي. هنيجي هنا تحت نكمل. بصوا يا جماعه هنيجي هنا برضو فين؟ في اليوزرز كونفيجريشن، في الادمنستريتيف تمبلتس، في بيرسونالايز. بيرسونالايز هنا اقول له انيبل سكرين سيفر، خلاص كده ده رقم واحد. خلاص ممكن ارجع لكم حاجه بسيطه كده شويه برضو عشان نشوف اهو. نرجع حاجه كمان كده، بصوا اهو هنفتح اليوزرز. بص تاني كده اهو، تاني اهو هنفتح يوزرز وبعدين ادمنستريتيف تمبلت. تمام هنفتح الحته دي خلاص، وبعدين هنفتح كنترول بانل. تمام وبعدين هنقول له بيرسونالايز، وبعدين نقول له انيبل سكرين سيفر، دي رقم واحد. خلاص والسكرين سيفر هنا فين بقى؟ هنا المشكله ان السكرين سيفر انا ما عنديش سكرين سيفر خلاص، وعايز انفذ على التلات جيوش سكرين سيفر واحده، فهروح اجيب سكرين سيفر كنت هعملها المارفل في اللاب بتاعي بتاع مارفل وهنفذها عليهم. فهروح اجيبها منين بقى؟ في فولدر متشاير ما بين المكنه الوهميه دي واللابتوب بتاعي، هخش على الفولدر ده واجيب السكرين سيفر دي واحطها هنا في الفولدر بتاع باك جراوندز. خلاص كده خلينا نشوف القصه دي. هو ران مش من هنا طبعا، هنخش على الباو. مش طبعا مش ده مش ده، هنخش على باو او هنقفل ده كده خلاص. نفتح الباو ده خلاص وبعدين هنخش على الفولدر المتشاير او في ام هوست او المتشاير اللابتوب بتاعي هنا اهو. هنخش على اللابات السابقه بتاعتي وهخش اجيب السكرين سيفر بتاعت مارفل خلاص. اهي ادي السكرين سيفر دوت اس سي ار، دي يا جماعه اللي هي المفروض الجروب بولسي يعرف ينفذها ويعرف يطبقها، دوت اس سي ار خلاص كده. فهنخش على الفولدر بتاع الباك جراوندز. تمام احطها بقى مش في الايز، احطها في باك جراوندز في الروت خلاص، احطها بره. ليه؟ عشان دي هتتنفذ على الكل، احطها هنا اهو. يعني مش هنفذها لواحد منهم مخصوص، هنفذهم ليهم كلهم خلاص كده. طيب نشوف بقى هننفذ الجروب بولسي او هننفذ السكرين سيفر دي ازاي. هتاخد سنة وقت بس مش المفروض كل الوقت ده اهو. خلاص ناخد بقى دلوقتي نقول له ايه، قلنا enable screen saver خلاص. تمام عملنا enable screen، لسه هنقول له enable screen saver كده، هيعمل enable screen saver. طب ممكن اليوزر يقفلها، يقفل screen saver، هنمنعه انه يعمل كده. prevent، في حاجه اسمها prevent changing screen saver. تمام همنعه ان هو يغيرها، ويغيرها وما يعرفش يقفلها كمان، يعني ما يعرفش يغيرها بسكرين سيفر ثانيه وما يعرفش يقفلها خلاص. password protect يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما الراجل السكرين سيفر دي بتشتغل امتى؟ بتشتغل لما اليوزر يسيب المكنه ما بيعملش عليها شغل لمده 15 دقيقه خلاص، السكرين سيفر دي بتطلع خلاص. وده يعتبر من البيست براكتس او من ضمن توصيات مايكروسوفت. يعني اليوزر ما يبقاش سايب المكنه بتاعته مفتوحه باليوزر بتاعه ويمشي تمام واحد، وتفضل مفتوحه كده على طول، اي يوزر ممكن معدي يقعد على جهازه ويشتغل عليه. فمفروض انه بعد ربع ساعه السكرين سيفر تشتغل تمام، ولو حاول حد يجي ويقفل السكرين سيفر دي يساله على الباسورد بتاعه الويندوز بتاعه اليوزر اللي قاعد على المكنه دي خلاص كده. فهنقول له انيبل باسورد بروتكت، يعني بمعنى لو عايز تلغي السكرين سيفر حط الباسورد بتاعه اليوزر ده اللي قاعد على الجهاز خلاص كده، اللي هي اكتف دايركتري يوزر نيم يعني او باسورد خلاص. فخلينا كده نكمل الجزئيه دي، هنقول له ابلاي اوكي خلاص. خلاص ابلاي اوكي، وبعدين نيجي حاجه ثانيه كمان، نيجي كده هنقول له ابلاي اوكي خلاص. هنيجي بعد كده نقول له طيب السكرين سيفر تبتدي بعد قد ايه؟ حاجه اسمها سكرين سيفر تايم اوت، بعد 900 ثانيه اللي هي بعد ربع ساعه خلاص كده. فكده مظبوط، بعد ربع ساعه بالظبط تطلع سكرين سيفر تمام، تقفل المكنه خلاص. جه بقى اي حد من بره غير اليوزر اللي قاعد على المكنه دي حاول يدخل عليها يقول له اه طب اديني الباسورد بقى سعادتك عشان الغي لك السكرين سيفر دي. وبعدين في الاخر خالص فورس سبيسيفيك سكرين سيفر، دي بقى اللوكيشن بتاع السكرين سيفر واسمها اللي هتتنفس خلاص كده.
ونفس الكلام ده يا جماعه هيتطبق، احنا هنطبقه على جيش الحلفاء، الكلام ده برضو هيتطبق على مين؟ على الجيش الروسي والجيش الياباني. خلاص هوريكم بس اول حته منها، بعد كده هنشوف القصه فيها ايه. خلاص اهو ادي السكرين سيفر، خلاص مكانها في الحته دي في الفولدر متشاير ده. خلاص كده تمام، خلاص كده احنا ايه، دي السكرين سيفر. فاضل ايه بقى؟ فاضل الباك جراوند او الخلفيه. برضو هنروح هنا اهو ونفتح الديسك توب، خلاص ونقول له ديسك توب وول بيبر او خلفيه سطح المكتب. هنقول له هنا كده ونحدد له برضو مكان الصوره اللي هتتعمل خلفيه سطح المكتب. خلاص هنخش على فولدر الحلفاء، في صوره اسمها باك جراوند جي بي جي، الصوره دي هي اللي هتبقى الخلفيه بتاعه اليوزر بتاع جيش الحلفاء. خلاص كده، وعلى فكره يا جماعه نفس الكلام بحذافيره متكرر في كل فولدر من فولدرات كل جيش. خلاص كده الاي، ونقول له ايه، افرد لي الصوره. ممكن تكون الصوره صغيره فانا بقول له لو سمحت افرد لي الصوره، خلاص عشان لو الصوره صغيره يفردها بحجم الشاشه كلها. خلاص كده خلينا نكمل كده اهو باك جراوند. خلاص هقول له ستريتش الصوره اهي، خلاص اهو باك جراوندز، ونقول له ستريتش الصوره ابلاي اوكي. خلاص كده عملنا كل حاجه. طبعا برهيبت تشينجز دي ممكن لو انت عايز تمنعه ان هو يغير، بس انا مش هقفلها يعني برضه عشان بس تبقى العمليه واضحه، انا ما بحبش اغيرها قوي يعني. خلاص هنكملها كده، نمشيها برضه، نمشيها نمشيها برهيبت تشينجز مش هنعملها. خلاص عايزين بس نعمل حاجه ثانيه، اعتقد انه بعد كده لا نيجي برضه حاجه ثانيه، معلش نرجع كده. ايوه انا فاهم الحته دي، معلش هعديها برضه ثواني. بس نيجي بعد كده بقى نخش على دي بتاعت جيش الحلفاء، نيجي بعد كده بتاعت الجيش الياباني نفس القصه. هنخش برضو هنا اهو في بوليسيز، وبعدين ادمنستريتف تمبلتس، نظبط اللوك سكرين بتاعه الجيش الياباني. تمام هنفتح هنا ادمنستريتف تمبلتس، تمام، وبعدين نخش كنترول بانل برضو هنا اهو، تمام، وبعدين نخش على بيرسونالايز، نقول له فورس لوك سكرين. خلاص هنروح على مين بقى؟ على فولدر تاني جوه باك جراوندز، الفولدر اللي هو بتاع مين؟ روح هنا اهو كده ونفتح الفولدر ده، جوه الفولدر ده في لوك سكرين او اللي هيبقى لوك سكرين الجيش الياباني، والخلفيه اللي هتبقى للجيش الياباني ادي الاثنين دول هنا. خلاص واحده ثانيه برضو للروس زي ما احنا عارفين. خلاص فيعني خلاص هي كده مش محتاجه كتير، انا بس حبيت اوريها لكم. هنكرر نفس الكلام تاني بالنسبه للجيش الياباني، بس حاجتنا كلها هتبقى جوه الفولدر اللي اسمه EOTS خاص بالجيش الياباني، وهيبقى بتاع الروس خاص بالفولدر اللي موجود فيه الروس. خلاص ونفس القصه هنعملها تاني هي هي، نفس القصه هنعملها تاني هي هي. خلاص حتى لدرجه انا مش عايز اتعب معاكم بيها، انا بس هجريها طبعا بسرعه. والسكرين سيفر شرحناها وقلنا نفس الحوار، والباك جراوند بنفس التفاصيل كامله هي هي. خلاص ده بالنسبه للجيش الروسي برضو هنعملها ونظبطها. خلاص نفس الفكره جي بي او برضو بتاعت الجيش الروسي نفس الحوار. خلصنا بتاعت الجيش الياباني، هنروح بتاعت الجيش الروسي. خلاص نفتح هنا كده، وبعدين نقول له اللوك سكرين بتاعتنا فين؟ بتاعت الجيش الروسي هتبقى في الفولدر بتاع الجيش الروسي ده اهو يو اس اس ار، ده ادي اللوك سكرين اهي، وادي الباك جراوند اهي، وهننفذ نفس الكلام. خلاص والسكرين سيفر كل حاجه زي ما هي. فاضل بقى نعمل ايه بعد الكلام ده كله؟ نجرب بقى، عايزين يوزر يكون من جيش الحلفاء ندخل بيه ونشوف هل هتظهر له خلفيه سطح مكتب معينه، هل هتظهر له سكرين سيفر معينه، هل هتظهر له لوك سكرين معينه، كل الكلام ده كله هيبقى واضح. فخلينا كده نعمل ريستارت بقى وندخل باليوزر. تمام طبعا انا عملت حاجه هنا، ربطت الجروب بوليسي بتاعه الجيش الحلفاء باسمي انا ككريم عشان اجرب. تمام ونفس الوقت هنخش بيوزر فعلا من بتوع جيش الحلفاء نجرب بيه. خلاص كده اقول له اوكي، بعدين نقول له اوكي رؤوف او ريد اليرت. خلاص وبعدين ندوس اوكي، بعدين نشوف بقى هل هيتنفذ عليا. انا ربطت باسمي، ربطت الالاي جروب بوليسي، ربطتها بمين؟ باسمي انا ككريم. فنشوف هل هتتنفذ عليا الخلفيه دي ولا لا.
نلاحظ هنا يا جماعة انه ايه قلنا هنا ظهر الخلفية بتاع الجيش الحلفاء. طبعا انا ربطتها باليوزر بتاعي، انا مش من جيش الحلفاء خلاص كده. فهنشوف بقى كده نختار واحد من اليوزرات هنا في الاكتف دايركتوري تبع جيش الحلفاء ونلوجن بيه على المكنة دي ونشوف هل فعلا هيتنفذ عليه الخلفية دي ولا لا. يعني ممكن نجري شوية كده نفتح اهو، نفتح فين بقى؟ انا مش عايز ده خالص، ده بتوع الجنرالز انا مش هاممني اوي القصة دي. هنفتح دلوقتي واحد اهو بتوع جيش الحلفاء، وليكن واحد اسمه البرت بريدجز، ده راجل في جيش الحلفاء. فعايزين نشوف الراجل ده لو دخلنا بيه على الاكتف دايركتوري او دخلنا بيه على المكنة دي اللي مجونة الدومين، هل هيتنفذ عليه الخلفية بتاعة جيش الحلفاء ولا لا. ده راجل اهو يا جماعة في جيش الحلفاء، انا مثلا مش من جيش الحلفاء خلاص كده، فممكن تكون العملية مش صح خلاص كده. فخلينا نجرب ونشوف. طبعا ممكن تجرب على كل بقى كل جيش من دول بيوزر بتاعه خلاص. ده ايه اسمه؟ AL Bridges خلاص. هنعمل رايت كليك ونقول له ريسيت، وبعدين نكتب او نحط الباسورد تمام، ونجرب ونشوف بقى هل فعلا برضو هتتنفذ عليه الخلفية دي ولا لا، والاكتف دايركت اللوجن سكريبت برضو هيتنفذ ولا لا برضو عشان نتأكد. خلاص نبتدي بقى نشوف كده، نعمل لوج اوف او نعمل ساين اوت. ممكن بقى طبعا حضراتكم تجربوا مع كل يوزر بقى نشوف القصة دي هتمشي ازاي، بس انا جربت مع جيش الحلفاء بس. فهنقول له نقفل ده تمام، ونقول له ساين اوت. تمام، وبعد كده نعمل كنترول الت ديليت ونكتب اليوزر بقى اللي هو اسمه AL Bridges. اسمه البرت. نشوف بقى الخلفية اللي هتظهر ايه، ونشوف الاكتف دايركت للوجن سكريبت هيتنفذ ولا لا. نكمل يا جماعة. فهنا الراجل ده البرت بريدجز هيدخل، preparing windows. في هنا برضو حاجة يا جماعة ظريفة جدا، نلاحظ هنا ان اي يوزر بيدخل لاول مرة على الويندوز بتطلع له كده شوية جرافيكس هاي ويت ويندوز انتل ويفنش حاجة كده، لو بيبقى ايه ما بيخشش على الويندوز على طول، شوية تقديمات شوية صور عشان يعرفك بالويندوز وتفاصيلها، وبعدين يروح داخل على طول بعد كده على سطح المكتب. انا عملت في الديفولت دومين بوليسي انه يلغي الحتة دي، دي اسمها ويندوز انيميشن، ودي بتاخد وقت قبل ما اليوزر يدخل على الويندوز او على سطح المكتب خصوصا لو بيدخل لاول مرة. فدي انا لغيت حاجه اسمها ديسيبل ويندوز انيميشن، ودي برده ممكن اوريها لكم فين في الديفولت دومين بولسي يعني. خلاص فهيمشي كده شويه هنكمل. خلاص اهو الراجل دخل، نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان باو اهو ادي ظهر على سطح المكتب زيس بي سي، واتغير اسم زيس بي سي ده او زيس بي سي بقى اتحط اسم المكنه تحت تمام. وفي نقطة هنا معينة انا عامل جروب بولسي، تفتكروا حاجة اسمها ادفانس يوزرز جروب بولسي دي اللي قلنا هنقفل فيها اليو اس بي دي في دي، في واحدة ثانية اسمها ديفولت يوزرز جروب بولسي دي هنقفل فيها اليو اس بي والدي في دي، يعني واحدة هتفتح واحدة هتقفل. في الادفانس يوزرز جروب بولسي بالاضافة ان انا هفتح واقفل اليو اس بي قايل له انه يظهر السي للناس خلاص، بارتيشن سي للناس خلاص كده. طيب في الديفولت يوزرز جروب بولسي بقول له اقفل اليو اس بي والدي في دي وخلي الناس ما تشوفش السي، ما تشتغلش عليه، تخفيه وخلي الناس ما تشوفوش. ليه؟ لان اليوزر في العادي لو مفتوح ده قدامه ممكن يسيب عليه حاجات ويعمل لي حاجه انا مش عايزه، ده عليه السيستم بس ومش عايز اليوزر يخش عليه اساسا، ممكن يدلت حاجه بالغلط خلاص. ففي الديفولت يوزرز جروب بولسي قايل له اقفل السي خلاص كده، بس اليوزر ده يعتبر من الجنرالات فالراجل السي مفتوح له، ده بناء على حاجه برده انا قايلها له في الجروب بولسي خلاص. فممكن نمشي القصه دي شويه كده اهو. فكده خلاص احنا يا جماعه هنعمل شوت داون، خلاص احنا كده يمكن انتهى الفيديو بتاعنا. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبتدي بقى ايه نعمل حاجه اسمها او هنناقش حاجه اسمها
admin tier، حاجة اسمها active directory admin tier، خلاص كده. ودي حاجة بنعملها عشان نقوي الactive directory او نزود السيكوريتي في الactive directory. خلاص هنشوف هنعمل ازاي. هنا انا داخل على الدومين كنترولر باليوزر بتاعي وهعمل شات داون للسيرفر، خلاص كده. خلاص هدخل باليوزر بتاعي عادي وبعدين ادوس الامر اللي اسمه شات داون سلاش بي. ده امر لو كتبته هنا بيعمل شات داون للجهاز من غير انذار، يعني لو قلت له شات داون بطريقه طبيعيه بياخد حوالي دقيقه كده لحد ما ايه يروح قافل، انما ده بيقفل على طول. نلاحظ دي كلها كوماندات الايه الشات داون. لو قلت له شات داون سلاش بي، سلاش بي يعني ايه؟ ويز نو تايم اوت اور ورنينج، يعني يعني من غير اي وقت، ما يدينيش اي وقت مهله ويقفل على طول. خلاص؟ فكده يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم بقى على تقويه الاكتف دايركتوري عن طريق ان احنا نعيد هيكلتها، نعيد تنظيمها، نعيد شكلها، تمام؟ هيكون حاجة جميلة جدا ومفيدة جدا، وما اعتقدش ناس كتير ناقشته. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتشيروا وتوصلوا الفيديو ده لأكثر عدد ناس ممكن. شكرا جدا ليكم عشان تعملوا الاستفادة. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.